بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال، اكيد انه ما يعتبر مكسب لنا. نشاهد مجريات المباراه، كنا كويسين في لحظات كبيره في المباراه، كان ممكن الشوط الاول ان ننهي المباراه بشكل افضل بنتيجه افضل. النصر اكيد الشوط الثاني يعني ايضا تحت يعني كان افضل مننا، مستحيل انك تتسيد المباراه 90 دقيقه مع فريق كبير. الحمد لله اكيد يعني ما في مباراه ندخلها ما عندنا رغبه في الفوز. الشوط الاول اللي شاف المباراه يعني كان يشوف ان احنا كنا نستحق الفوز. نتمنى التوفيق لهم يعني كممثل للوطن، وان شاء الله باذن الله انهم يعني يحققون انجاز جديد للكره السعوديه. لعبنا بتكتيك معين، المدرب ادانا تعليمات طبقناها في الشوط الاول. ضغطنا عليهم من بدايه المباراه، استغلنا المساحات الخلفيه، استغلينا النقص، استغلينا ظروف النصر اللي يمر فيها الفتره الحاليه. الحمد لله قدمنا مباراه كبيره، لكن الحظ ما كان معانا، جات اهدافهم بشويه حظ يعني، اهداف تغير اتجاهها بشكل مو مقصود، لكن هذا حال الكوره الحمد لله. ان شاء الله القادم افضل. والله ما اختلف شيء، زي ما قلت لك لعبنا، عندنا تعليمات من المدرب، نستغل المساحات الخلفيه لنادي النصر، عندنا لعيبه عندهم امكانيات كبيره قدام، فحاولنا نستغل، لكن الحمد لله وجاتنا كذا فرصه يعني للامانه، وصلنا ممكن لين الستة كم هجمة فوزير وكم، لكن الحمد لله هذا حال الكورة. أكيد كلنا معاك، زي ما قلت أنا نادي الهلال يمثل جميع الأندية السعودية، يمثل الوطن، إن شاء الله بإذن الله أن احنا معاه قلبا وقالبا، والله يوفقهم بإذن الله.